مشاهدي الأعزاء مساء الخير وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مسرح الجريمة. حلقتنا اليوم تتعلق بواحد الجريمة وقعت 27 فبراير 1997 بأفولر. الهالك عبد الرحيم سائق تاكسي توجدت الجدة ديالو مرمية بالقرب من السكن ديالو بالطريق المؤدية ما بين أفولار ولاد مبارك. الجثة ديالو حاملة واحد الطعنة ديال السكين في الصدر ديالو. شكون قتل عبد الرحيم؟ شكون اللي سبب في الهلاك ديالو؟ هاد الأسئلة غادي نتعرفوا عليها من خلال هاد الحلقة ديالنا اللي عنوانها شكون قتل عبد الرحيم؟ معنا سي حاتم سكتاني اللي طبيب وخبير في علم الإجرام، مرحبا بك. مرحبا سي حاتم. طلعتي على الملف ديال الهالك عبد الرحيم اللي تقتل في تافولرت أفولار، شكل قول لنا على هذا الملف هذا؟ هو ملف يدخل في خانة الجرائم الغامضة اللي تميزت بها مدينة أفولار من 1997 إلى غاية 2007، وربما هو من أولى الجرائم الغامضة في هذا المجال في هذه المدينة الصغيرة. الأمر كيتعلق بواحد الضحية، ضحية يعني ما نقدروا نعيبوا عليه حتى شي حاجة سوى بلية وحدة، هي كيمشي للدور ديال الدعارة وديال القصير، يعني بالمفهوم بالدارجة كنقولوا زهواني. وهو في المهنة ديالو سائق تاكسي، ولكن ضحية إنسان وأب، أب كيبغي طفلة اللي يلا كيف تزادت عنده، كيبغي الأسرة ديالو، رب أسرة مقبلة على الحياة. عبد الرحيم اللي عنده ثلاثة الوليدات واللي في البداية ديال الحياة ديالو طبعا مثل جميع الشباب عنده اهتمامات، عنده أصدقاء ديالو، عنده اللحظات في انتقاده السهرات ديالهم، عندهم يعني الأوقات ديال الفراغ، لأن السائق ديال التاكسي ماشي النهار كامل هو خدام، وفي الليل غادي مباشرة يرجع للأسرة ديالو. هذا عبد الرحيم جا عنده خاه فرح به، جاو جلسوا مشى تقدا المسائل ديال العشاء، جاو تعشاو مجموعين جلسوا بحال هكاك، خلى خاف الدار ومشى يشرب شي شويه. كان بلي. نعم. الوقت اللي رجع في وقت مبكر، رجع خاخات يلومو تيخصم عليه، علاش خليتيني وانت تشرب هذا؟ راه ماشي لمصلحتك، ماشي المصلحه ديالتي هذه. على ايين جلسوا واحد الجلسه بقى بحال هكا، بقى قصارين ديك الليله جالسين في الدار ديال ايوا كي داير الوالد. الامر في هذه الحلقه كيتعلق بعبد الرحيم او مومن وهو اسم الشهره ديالو. هذا الاخير كان سائق سياره اجره ورب اسره، والمشكل الوحيد ديالو هو ادمانه على الخمر. ياك ما برصيك تيخليوك بلا نعاس. الله يحفظك اختي. الليلة اللي سبقات يوم الجريمة، عبد الرحيم جا عنده الأخ ديالو لزيارته وزيارة العائلة بعد مدة من الغياب، وهاد الزيارة سمحت للخوت بجوج والعائلة ككل باش يتشاركوا لحظات حميمية بلا ما يعرفوا شنو اللي كان كيتسناهم فيما بعد. عطيه كل الصباح نض
خرج هو والاخ ديالو فطروا في الصباح كما العاده. خرج هو الباب دار سميتو هو والاخ ديالو تيهضروا. عيط للزوجه ديالو قال لها جيبي لي الوليد الصغير انا توحشتو. شوفوا ورانا غادي نمشي نشري ليه شي بعض الحوايج. جابتو ليه بحال هكاك عاوتاني رجعتو. عبد الرحيم كان سائق طاكسي كانت عنده سياره طاكسي كانت مقسمها هو واحد الصديق ديالو اخر شريك ديالو يخدموا فيها بجوج. شرا واحد السياره اخرى يعني نقيه عليها على الاخرى بغاو باش يبدلوها. اقتنى واحد سياره اجره جديده كان باغي يبدلها بالسياره ديالو القديمه اللي عنده مع الشريك ديالو يعني الطاكسي يعني سائق اجره اخر كيتناوب معاه على السياقه ديال هذا يعني. وحتل هنا كانت كان هذا رب الاسره كيعيش في سعاده الى الليله المشؤومه. امم اش داكش اش داكشي انا نايت انا نايت دعطيني نود 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 يا لطيف خزيت منكم هاد العيالات هادو كاع يا لطيف يا بالسلام نود 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 وجد لي يا رسول الله. عبد الرحيم فاق كالعادة باش يفطر ومن بعد يباشر الأعمال المتعلقة بسيارة الأجرة، لكن هاد اليوم رافقوا على مائدة الإفطار الأخ ديالو اللي كان كيحاول يقضي أكبر وقت ممكن مع أخوه. أكي دارة مع الزمان بعدا ايوا خويا حنا تنعدي وصافي راك عارف هذا هي الحاله. ميمون هو ميمون هو ليلى. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيدير صباح الخير كيدير واخا مره هي سول طلع لنا الموتور ديالي. واش موجد يا خويا؟ انا عندك اش بغيت؟ مرحبا مرحبا هز بنا حوايز هز هز بنا حوايز هز عليك مواصفاتنا. كي يا صحابي خير؟ لاباس عليك. كي داير؟ لاباس عليك. كي داير وليدات؟ عادي عادي. راه كاع سي محمد كون اخويا الله يحفظك اخويا الله يحفظك كون بارك الله ليا داك الخوش خدمه وتمارا جرا من هنا لهي من هنا لهيه الصحوط بالليا من الهضره بالليا والله داك الطاكسي الطاكسي لا قهرني قتلني كاع داك الدنيا في عظامي. يعني راك صافي واقف عليه مع 6 ديال الصباح زعما نايضيه تنصاوبها. عدي لي لي الله عدي لي تنصاوبها راه العيال 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 الخدمه والعيا. الوقت اللي دخل الوقت اللي طلب من خاه قال له انا غادي نمشي نقضي شي مسائل انا غادي نمشي لازيلال غادي نقضي شي مسائل صوب الوراق للسياره جديده. اخر حب الفكره مشى. الوقت اللي مشى هو رجع ولكن يرجع بشكل متاخر. عاتبوا الاخ ديالو وعاتبوا حتى على المعاقره ديال الخمر ديالو ان هذا الفعل راه غادي به فين هذا الفعل غادي ياثر على الصحه ديالو وحتى على المسار العائلي ديالو. سامح عبد الرحيم مع الاخ ديالو وحاول انه يقنعه انه غادي يبتعد على المعاقره ديال الخمر. السلام عليكم هاي ميمون. السلام عليكم بخير صباح الخير. سعيد عليك هذا وكفد الكويس مع انت. اودي اش غدير لقيتيني واش تكتفى هاد المرايه واش غدير لقيتيني تنخمم يا صاحبي تنخمم ديك الطوموبيل غادي نزل دابا تا لازيلا نمشي نقاد ليها الوراق. ولكن راه درت واحد الحاجه واعره الطوموبيل صدقات مليحه هذيك الشطاره الله يعمرها هذا ورشيدي ما عندي ما نسالك والله العظيم زعما نقول لك حاجه وحده هو انك خصك تكون حيت يا خويا هذاك الكارو وداك الشراب والله العظيم تتولي نقيب. اودي لي راك خدام بدراعك عندك وليدات وهو تبارك الله جاتك الله في هاد الوليدات بالصحة والسلامة إن شاء الله طول العمر. بعد الإفطار كان لازم على عبد الرحيم يغادر البيت في اتجاه مدينة أزيلال باش يصوب أوراق اللي كتخص سيارته الجديدة واللي بغى يحولها لسيارة أجرة في مكان السيارة القديمة.
الأخ ديال عبد الرحيم كان عنده دائما تعقيب وحيد على الطريقة اللي كيعيش بها أخوه، وخصوصا إدمانه على الخمر. في تلك اللحظات عبد الرحيم عنده سيارة أجرة كان تسلمها الزميل ديالو في العمل باش يخدم بها. الصباح مشى لعند الصديق ديالو عيط له قال له بان راه ما غاديش نعطيك السياره اليوم حتى العشيه. هذا اللي تيتناو مع السياره، قال له راني غادي نمشي للازيلال راه حتى العشيه عاد غادي نعطيك، رانا مشغول بها. نعم. السائق ديال الشريك ديالو تعطل عليه. نعم. تعطل عليه باش غادي يجيب له السياره الاخرى. تعطل عليه، الوقت اللي تعطل عليه خرج تيقلب، مشى هو تيقلب عليه فين. نعم. غادي يلقى الصديق ديالو. عبد الرحيم خبر الزوجه ديالو انه غادي يخرج ويقلب على عبد الرحيم على سائق السياره، وغادي يشري يقتني الابن ديالو الصغير ملابس، مجموعه من الملابس. فعلا اخبارك يا ودي؟ كي اسمهم؟ الله يجزيك بخير. سمح لي ما عندكش طاكسي دابا، راه مزروب عندي شغالات. الله يجزيك بخير حتى العشيه ان شاء الله وغنتحاسب. الله يجزيك بخير. الله يرحم والديك. سمح لينا. الله يجزيك بخير. واخا شكرا بزاف. الله يرحم. في هذه الاثناء وبعد ما اعتذر الصديق ديال عبد الرحيم على تسليم السياره ليه في وقت مبكر، فكر في مغادره البيت من اجل الالتقاء بصحابه، خصوصا ان الاخ كان غادر في تلك الفتره البيت في اتجاه مدينه مراكش. زيدي ندوي معاك. زيدي نتقلق. زيدي اش بغيت؟ شوف انا غنمشي نقضي واحد الغرض. اييه وغادي ندوز نجيب دوك الحوايج تاع الدراري. فين الغرض؟ فين؟ هنا 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 في الدوار. نطلع نقضي الغرض. هذيك الطوموبيل شحفاتني، نمشي نقضي الغرض وغادي نجي. ايوا عندك تمشي تضيع ثاني فحال عوايد. ما كاين ما عندي عوايد. غنزل لك الجليديمه ديالك، راه غادي نتهلا فيك. غادي ندير لك ديك صبغني صبغني. انا عارفه دوك الفعال ديالك. غادي نتهلا فيك. غادي داك بغيت خشم الوسوار ديال العفير ديال الوسوار ديال الوسوار. يلا ربي عوينا نزت. ايوا عندك شي دوك الفعال ديالك فحال ديما فحال عوايد. لا كاين فين نمشي. حيت ضربك من هنا لهنا. ما كاين فين نمشي. انا جاي. رد البال. هذا رد بالي. طلع في الدري انا جاي. يلا السلام عليك. يلا الله يعاون. خرج كان في تلك اللحظات واحد المباراه ديال كره القدم، مشى تفرج فيها على العاده ديالو مع تقريبا شي ثلاثه اصدقاء. تفرجوا في الماتش ديال الكره. سال الماتش ديال الكره، انتقلوا لواحد البائع ديال المواد الغذائيه رفقه الاصدقاء ديالو. بان ليه واحد الشخص، واحد نقولوا نجار، مشى عنده قال لي راه باغي نصاوب واحد الطبله. فعلا اتفق هو ويا على 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 هذا العمل. السلام عليكم. فين وصلني هادشي؟ فين وصلني في الماتش؟ اه فعلا راه بداو. بداو؟ اوه على الطاكسي يا خو. هذاك الطاكسي محني راه خسر ليا. بيعه صاحبي وتهنى. الوجهه كانت بطبيعه الحال المقهى المعتاد من اجل مجالسه الاصدقاء، وايضا من اجل مشاهده مباراه مهمه لكره القدم. الامر كيتعلق بالمنتخب المغربي. عبد الرحيم في ديك الوقت كان بانو مشطون وكيفكر في حاجات كثيرة كان خصو يقضيها، منها يصاوب وراق السيارة الجديدة ويتحاسب كذلك مع الشيفور وباش يبيع السيارة القديمة، وكذلك يشري ملابس جداد للأبناء ديالو. لكن ما كانش بالو بالله هاد اليوم غينتهي بنهاية مأساوية. كي غادي مزيان بعدا؟ واش غادي مزيان؟ راح يسهروا فرنسا الى ربحوا. ياه من عبدك رغيم، ما عرفتش اليوم واش غيدير شي فرق ولا لا. رغيم؟ شتا العصا لاعبين مزيان؟ غادي يعصبونا. السكر انا بعدا ما شتا حاجه تاع عصبونا. الوقت ما بقاش الوقت بزاف عمي. سير
سير عبد يوف عندنا قريب شي زردة ايوا الزردة ما تقلناش منها لا بدا نديرو شي استعراضة نعرضو على الدراري نجمعو نضحكو شي شوية نلعبو شي شوية ها سيدي الله يرحمك تزاد برزقو تزاد برزقو ايوا خاصها هي لوح كرة لوح كرة صاحبي لوح كرة خاص تعول على راغب راغب اللي كاين خاصهم يلعبوا كاملين اصاحبي او لاعبين او داش لاعبين اشوف مومنت الطاكسي والله غتخرج عليكم ما بعتيها انا تنقول لك وانت مخبارك شو ولا شرينا طاكسي جديده بدنا الطاكسي سير 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 اوه يا 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 والله الا راغب دار مصفوطه اوه يا 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 شكون مالك راغب 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 حضري واحد لوين غادي حضري بعدك ما تسالي ويلي ويلي لا راغب ويلي عصبني صراحه كاس كاس هذا ما كان عنده واعر ما حضرش معاه راه غيدير شي حاجه ما هي لا غادي مزيان غادي مزيان غادي مزيان ودعمني بدلنا ديك الطوموبيل ملي بدلنا بعدا راه تهنيت انا والله الا ارتاحيت بالله والله العظيم الا ارتاحيت بالله راك تخايف غير تلوحك شي فوسك انت تخيف هذا منه دابا ديما لا واش غادي راه فلوس ما كاينش فلوس ما كايناش الشيفور بطبيعة الحال الشيفور انا موقف فيه ميسو مكذب عليك باقي عندك هذاك الشيفور نيت باقي عندي باقي عندي الشيفور راه هو نيت باقي عندي ايوا راه شنا الطوموبيل الحديده جديده غيحاول عليها بغا يحاول عليها بغا يتكرفز عليها تكرفز عليها اودي على سلامتكم بعد عام ني ربحتوا هذا الماتش شحال عام ني ربحتوا هذا الماتش الله ودي الله يعاونكم نشوفهم مصطفى نجار محتاجهم الله يعاونكم المباراة سالات وفي هذه اللحظة غيبان لعبد الرحيم نجار المدينة مار من أمام المقهى لهذا ترك مجلس الأصدقاء ديالو ونهض باش يتكلم معاه لأنه كان في حاجة ليه غادي يمشي في الصباح ناوي انه يقتني البسة للرضيع ومن موراها غادي يمشي يخبر مول الطاكسي بهذا الخبر الصار ديال السيارة الجديدة اللي غادي تهنيهم من الأعطاب اللي كانت كتقيس الطاكسي ديالهم القديم السلام عليكم وعليكم السلام بخير 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 الله يبارك فيك بخير بخير الله يبارك فيك كلشي مزيان الحمد لله اخويا تبارك قول لي اخويا وجي ديك الامانه ديال ديك الحويجه تاع الدراري اييه ضروري كيما وصيتيني قلت لك شي حاجه داكشي اللي في خاطرك واخا راه زايد عليك واحد 30 درهم فيهم واحد ماشي مشكله 30 درهم ماشي مشكله الدنيا يعني خاصها تخدي هي جات على حساب خديت لك شي حاجه زوينه فوق داكشي اللي قلتي لي ماشي مشكل الدنيا يعني غتكون مسائل مزيانه ولا عليك يلا تبارك الله عليك تبارك الله عليك يوم 430 درهم راه شي حاجه مزيانه تبارك الله عليك حاجه اللي تجيك للدراري تبارك الله معتبره وتفرحهم في هاد العواشر هادي شكرا تبارك الله عليك وعندك شي حاجه شي حاجه للدراري الكبار عندك شي حاجه ضروري علاش جاكيت شي حاجه جاكيت شي تريكوات كاين شي حاجه في المقاس يا وجد لي شي حاجه مزيانه انا معاك كاينه دابا شي حاجه ولا بغيتي تصبر ثاني واحد كترجوله تدخل ثاني شي حاجه اخرى شوف انت اللي انا عارف عز هديه جديد شي حاجه جديده جديد. انا معاك داكشي جاي مليح اللي في خاطرك جيب لي شي حاجه جديده مرحبا سيدي مرحبا يلا سيدي تبارك الله عليك اللي خاصك السلام عليكم طيب الله يعاونك الله يبارك الله يعاونك مبروكه الله يبارك فيك الدراري الله يبارك فيك فاذا بعبد الرحيم كيشاهد واحد سائق سيارة الأجرة
كي يشير له كيوقف ليه داك سائق سيارة الأجرة كيستفسره تيقول ليه داك الزميل ديالي في العمل راك نتسلمتو السيارة ديالي وليني راه تأخر عليا. اتفق هو وياه انه غادي ينتقلوا لواحد الفندق اللي معروف مدينة أفورار. فعلا انتقل هو سائق سيارة الأجرة لذاك الفندق تيقلب على صاحبه تيقلب على الصديق ديالو تبين بلي ان الصديق ديالو في العمل ما كاينش داك الفندق. سول قلب قالوا ليه راه كاين عبد الصديق ديالك راه كاين في واحد العرس في واحد المنطقه جبليه كتسمى تيموليلت. قلبوا تما ما كاينش شي يقلب هنا ما كاينش شي ويزوجوا واحد الزنقه قال له خليني هنايا سير دابا انت الله يهنيك خليني انا عارف فين نلقاه انا عارف فين غادي نلقاه. هذيك هي اخر هذيك هي اخر فين تعرف عبد الرحيم تعرف عبد الرحيم إذن عبد الرحيم اخر حاجه عنده هو مول الطاكسي اللي هزو باش يقلب على صاحبه واللي دار به المدينه وحطوه في ديك الزنقه ما لقى شيء. هذيك الزنقه زنقه مشبوهه كيكتبوا فيها الدور ديال الدعاره وديال القصير ومن موراها ما غادي يلقاه الا جثه هامده مطعون في الجانب الايسر ديال الجسم ديالو يعني صوب منطقه ديال القلب يعني ضربه بسكين يعني او آلة حاده قاتله يعني المجرم او القاتل اللي اقترف هذا الجرم لابد انه كان كينوي انه يصفيه. رحلة البحث عن الصديق ديالو ما نجحاتش ولهذا كيأكدوا باللي المكان اللي نزل فيه عبد الرحيم ما كانش المكان الملائم للبحث فيه وإنما هو مكان كيجئوا ليه لقضاء ليالي حمراء. زين أخو مسخوط هذا لا ما لقيتوش زين شو واش كاين شي دوار تاع ولا دمار واش كاين تما عندكم فين تيتجمعوا هادو عندكم مرحبا خيرك سابقه فدوك ولا البرك ولا ما لقيتوش دوزني للدوار يرحم ليك الوالدين مرحبا شي جماعه يلا عمي يلا من بعد التحريات تبين بلي انه عبد الرحيم وحسب ما روي ان عبد الرحيم كان في جلسه خمريه مع احد الاصدقاء ديالو واثر نزاع على واحد الفتاه. هذا ما راج في الحديث في الكواليس ديال الواقع تبين بلي انه اثير واحد النزاع في تلك الجلسه الخمريه وتوفى عبد الرحيم. إذا وقع شي ضرب وجرح وكذا وكذا فعلا. طبعا هاد عبد الرحيم ما كانش كينتظر في يوم من الايام ان واحد السهره عابره كمثل باقي السهرات اللي كانت تقدم على الاصدقاء ديالو غادي تكون نهايه ديال الحياه ديالو. كيف وقع الامر؟ العائله تفاجأ صبيحه اليوم اللي مشى فيه هو ان بعد الغياب ديال واحد الساعات بعد واحد المسلسل ماراطوني بين الاتصالات بين الاصدقاء ديالو بغيت السياره اعطيني السياره الاخ ديالو بغيت السياره اعطيني السياره في الغد تتفاجئوا الاخ ديالو انه كيوجدوا جثه هامده امام المنزل حوالي 10 امتار بعيد على المنزل وملبس الحوايج ديالو لابس الحوايج ديالو وقرب ديالو واحد يعني حقيبه بلاستيكيه اللي كانت فيها ملابس اللي هو جايبها في الليله اللي قبل جايبها للوليدات ديالو اللي هما عنده. هاد النساء كلهم كانوا متواجدين في الوكر ديال الدهر. الا مشينا في الفرضيه ديال ان اخر حاجه دخل ليها هي الفرضيه ديال جريمه القتل في وكر ديال الدهر لكن راه هناك فرضيات اخرى فرضيه
الثالثة اللي ديما كنخليوها ما نهضروش على الثانية، الفرضية الثالثة هي المجرم بالتسلسل مع الأخذ بعين الاعتبار الجرائم اللي وقعوا في أفورار. أما الفرضية الثانية اللي كنحطها هي شنآن مع شخص من الأشخاص، وكتعرف الفورة ديال ديال ديالنا في الـ في الـ في الـ في العراكات التقليدية ديال المغاربة، وأنه لما كيكون عراك كينزع الشخص القميص ديالو وكيبدأ يضرب، وهنا ربما تسدد ليه نفس 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 الضربة يعني بالسكين في 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 الجانب الأيسر من من الصدر ديالو اللي اخترق الرئة. هاد السهرة كتبقى فقط وقائع افتراضية لليلة الجريمة بحكم المكان اللي نزل فيه عبد الرحيم، وأيضا لأن الطعنة كانت في الملابس الداخلية لعبد الرحيم وماشي في القميص اللي كان كيرتديه. عبد الرحيم التحق بالأشخاص اللي كانوا كيتواجدوا بذلك المكان وكمل معهم السهرة اللي بدأوها بلا بيه. والله لا مالك زايد، خصك راسك كاين معاك، خصك راسك اخويا جي عندي دابا معايا انا وما تقيسنيش. شكون الرجال تيهضروا كيما تيقولوا المصريين، ابلع حبك ريئه ولا ابلع ريئك حبه. هو درع مؤمن اش من مؤمن ولا موسم، ما تجبديش لي انا مؤمن انا بنادم هذاك خينا مع عينيه الصباح تولين. ايوا 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 مرحبا بك مؤمن. اوكي دير الجزاء بخير صباح انت صباح كيف دايره سي مؤمن؟ لاباس مزيان لاباس كلشي بخير. مرحبا جايب جايب السك باغي كاس ايش غدير مالك اخويا على هاد الدربة دك دك عليك البيضة عليك البيضة باش اخويا البيضة انا هذا هو الناس حيدتي مؤمن مطيرة مالك من الغير كنقدروا نحطوا بزاف د الفرضيات سواء شنآن ما بينه وما بين شخص يعني يعني امرأة داخل يعني تمارس البغاء، او مع عشيقها، او في ظرف من الظروف يعني اللي كتحيط بهذا الدور ديال الدعارة، سواء مناقشة الثمن او بدافع الانتقام. وهنا غادي عاود نحل واحد هاد الشخص كيخدم اليد اليمنى ديالو اكثر من اليد اليسرى، يعني ايمني لانه ضرب في الجهه ديال الصدر. يعني يمكن لكم تصوروا معايا جريمه القتل ملي كيقوم بها واحد الشخص يمني، فين غادي تجي الضربه؟ غادي تجي في الجهه اليسرى المقابله له، مقابله. دونك غالب الظن انه يمني، وغالب الظن ان هاد السيد سوا أنها الفتاة أو المرأة، وربما هذه المرأة سواء مطلقة سواء متزوجة، وربما باغتهم الزوج على حين غرة، سواء بزاف ديال 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 الاحتمالات اللي كتخلي سواء هذه المرأة هي اللي قامت بعملية القتل وهو شيء غير مستبعد، أو الزوج ديالها
في او العشيق ديالها او شخص اخر قام بتسديد الضرب الطاعن القاتل له. الوقت اللي كان تيدابز كان ربما كان عريان يعني الضربة اللي طلقات فيه كان عريان لان الشوميز ديالو او اللي كان لابس ما فيهش شي ثقبه ديال الدقه ديال الموس او لا ديال شي حاجه. نعم. اذن الناس اللي اقترفوا ولكن جوج طلقات هو لابس الوقت اللي تقتل لبسوه الحويجات ديالو وهزوه. يعني هاد الناس هادو خاص الا كان واحد غادي غيكون ثلاثه او اربعه ديال الناس اللي غيكون لنا باش يلبسوه وباش يهزوه في السياره ويجيبوه يحطوه حدا الدار ديالو. يعني واحد او جوج ما غاديش يقدروا يعملوا هاد العمليه. هاد الجريمه السي احمد هاد الجريمه شو شحال فيها ديال لا بغينا نقولوا خيوط اللي يمكن توصل الضابطه القضائيه للجاني. الشاهد اللي موت الطاكسي اللي دا تيقلب به هو اللي حطوه في ديك الزنقه. دخلوا لديك الزنقه اللي عامره ديال الدعاره. هذوك ديال الدعاره شي ما تيسترشي لان دغيا تيصدع كلشي تيستقل الخبر. هذا الراجل اللي تهز من تما او ركب في السياره مشى مع واحد المجموعه. هذا السيد اللي ترمى في واحد الجهه هو مضروب بموس وترمى حدا دارو. اذا كان لابد من نقله من واحد الجهه لهاد الجهه. هذا الشيء كلشي ما وصلش للضابطه القضائيه للمجرم. السهرة المفترضة لليلة الجريمة غيشتد فيها الصراع ما بين عبد الرحيم والحاضرين، والنتيجة القضاء على عبد الرحيم بطعنة سكين غتجعلو في الأخير جثة هامدة. الضابطة القضائية ما وصلتها شيء. الناس اللي قاموا بهذا العمل هذا الجرمي يعني غيروا المعالم ديال الجريمة. نعم. ربما الضابطة القضائية مشات في هذاك السياق ديال بأنه راه مقتول في الزنقة أو لا في شي حاجة وجابوه حدا الدار ديالو. إذا البحث ديالو ما غيتحد في هذه القضية ما خصوش يتحد، خصو يزيد هزوه رماه وحطوه حدا الدار. إذا من هذا هو السؤال من؟ هنا اللي بغينا نقولوا سي أحمد أفرار وما أدرك من أفرار. لأن الجرائم كل اللي عرفت أفرار في الأيام الأخيرة كلها جرائم غامضة. واش ما كانش يد خفية حسب التحرير ديالكم؟ واش ما كانش حسب التحرير ديالكم واش ما تظنوش بأن كاين شي يد خفية اللي جعلت هذه المدينة تكون مدينة الصمت، مدينة السكات، مدينة ما شفت ما شفت ماريت؟ لا يستبعد. لا يستبعد أن تكون يد خفية. لأن كان تعدد الجرائم. تعدد الجرائم وكلها بدون ما تحلتش الغاز ديالها. لا يستبعد ان تكون يد خفيه. يلا صاحبي زيد جر معايا جيبي ياك ما راجل انت. يلا نتسر بيه. يلا سربي 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 سربي. الحاضرين صبحوا في الاخير امام جثه عبد الرحيم. هول الصدمه غيجعلهم يفكروا في رميه بعيدا عن البيت اللي كانت فيه السهره، وهكذا غيتمكنوا من تغيير معالم الجريمه وغينفذوا بنفوسهم وغيحاولوا الهروب من ايادي القضاء. قبل ما غيقوموا بهذه العمليه لبسوه القميص ديالو وخذوا معاه ايضا الكيس اللي كانوا فيه الحوايج اللي اشتراهم الابناء. تربي راجل تربي Thank you.
كل هذه الجرائم تحت تسمية جريمة قتل. والتساؤل اللي يمكن لنا نطرحوه ولا زال مطروحا لحد الآن، من هو هذا المجرم الشبح الذي كان وراء هذه الجرائم؟ لأن هذه الجرائم كلها بقت غامضة. لربما أن النيابة العامة في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان كالجرائم المتحدث عنها آنيا تجد نفسها محاصرة بانعدام الإثبات، أو كون الأبحاث التي قامت بها غير كافية للوصول لذلك الجانب. غادي نقولوا هذا القرار ديال الحفظ واش هو قرار نهائي؟ هذا القرار الحفظ واش يمكن لنا نتراجع عليه؟ واش هو قرار قضائي ولا قرار إداري؟ قرار الحفظ هو قرار إداري. النيابة العامة لها كامل السلطة التقديرية أنها تصدر هذا القرار، وهذا القرار مبني على القناعات الشخصية ديالها وعلى الوسائل الإثبات اللي تتكون معروضة عليها. كثير من الناس يظنوا أن الحفظ هو انتهى الأمر ديال القضية. كاين بزاف الناس يظنوا بأن الحفظ راه تحفظ راه انتهى، وبينتينا بأنه الحفظ ليس انتهاء القضية. ربما في القرية ديال أفولان كان قانون الصمت. نجينا نشوفوا هاد القضية هذه وقضايا قبل وقعوا اللي هما بقوا جرائم غامضة. هناك ماشي غير لغز واحد، هناك الغاز. لماذا عمد المجرم أو المجرمون أو العصابة الإجرامية؟ لأن علاش كنقول عصابة إجرامية؟ لأنه هناك شاهد عيان، هناك راعي غنم كان بعين المكان قريب جدا سامعة أصوات نساء تولول، وبعدها اكتشفت الجثة. معنى هذا الكلام أن نفترض أن هذا الشخص يعني قتل داخل هذا الوكر، ومخافة افتضاح أمرهم قام من قام القاتل والمساعدون والشركاء بنقل يعني بتغيير بعد ملامح الجريمة. لأن هناك احنا كنقولوا ديما في جريمة القتل ربما القاضي الجنائي دائما يقدر المجرم عندما يعترف بجريمته، هذه خص يعرفوها المواطنين. يعني المجرم اللي كيقترف واحد الجريمة وكيجي وكيعترف بها لابد وأن هناك ظروف ديال التخفيف. ولكن المجرم الذي يتحايل على القانون ويحاول أن يخفي معالم الجريمة لابد وأنه خسيس وضيع، يعني من فوق المسؤولية دياله الجنائية اللي هي قتل هذا الشخص. إلا أن الغريب في الأمر هو أن هذه الجريمة ما تلقاش المجرم ديالها لحد الآن، وكتبقى بعض الأشياء اللي كتقدر توجهنا نحو واحد النوع ديال الجرائم كتسمى الجرائم بالعاطفة، يعني لو كريم باسيونيل. لماذا؟ لأن السيد لما عثروا عليه قرب يعني بعشرة الأمطار من الدار ديالو واللي غادي يلقاه هو أخوه، مشى يعني خرج من الدار كيدخن واحد السيجارة وبالصدفة غادي يعثر على أخوه جثة هامدة لا ملبسينو الحوايج ديالو، الحوايج ديالو عامرين بالدم، إلا أن القميص ديالو ما مخترقوش السكين، يعني أن العملية ديال القتل تقتل وهو شبه عاري. طبعا المجرى ديال التحقيق في الحادثة كان يعني انطلاقا من الحضور ديال رجال الدرك. رجال الدرك آنذاك قالوا للأسرة أن الموضوع اعتبروه منتهي لأننا عرفنا المكان ديال السهر وعرفنا الأصدقاء اللي كانوا معاه، والقضية في حكم المنتهي لأن القرائن والحجاج كل شيء متوفر، واعتبروا أن القضية ستغلق انطلاقا من الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا. الذي وقع هو أنه مجرى التحقيق مشات الأسرة تتبحث، غادي تفاجأ في الأخير أن الملف سجل ضد مجهول. هذا هو الملخص ديال الحكايه ديال عبد الرحيم.
الأخ عبد الرحيم الأصغر كان في بعض الأحيان كيخرج في الصباح الباكر من المنزل باش يقوم بتدخين سيجارة بدون معرفة العائلة، لكن خروجه في هذا الصباح غيكون بداية المأساة الحقيقية اللي غتعيشها الأسرة من بعد. الجرائم لا زالت لم تتقادم، يعني عالم عالم الإجرام، ضابط الشرطة القضائية، قاضي التحقيق، النيابة العامة، كلهم ما خصهمش يرفعوا اليد أمام جريمة الفاعل فيها مجهول. كان مقاون بحثون بحثون بحثون، والروح كيف ما كيقول مثلا المغربي رحمه الله، لا بد واحد النهار سوى واحد الشاهد غادي يمتلك الشجاعة الكافية، سواء واحد المجرم غادي تلقى عليه القبض اللي غادي يشوف راسه أمام إعدام أو أمام مؤبد، لابد أنه سيبوح بجميع الجرائم وسيفك لغز وطلاسم هذه الجرائم التي يندالها الجبين. المستحيل أنه تكون جريمة مطلقة، أي بمعنى جريمة كاملة، اي ان الجاني ضروري خاص يخلي لنا واحد المعالم ديال الجريمه ديالو اللي يمكن الضابطه القضائيه ولو الا مارست غير واحد الجهد قليل يمكن ليها توصل للجاني. انتما كنتو قراب لمسرح الجريمه، كنتو قراب الافولار، انتقلتوا لعين المكان، اعطينا توضيحات اكثر بان حاول تبين لنا الى هذا البحث ما عطاش الثمار ديالو، إذا كان هناك وقع واحد الزيغ على البحث، إذا اللي كانوا قاموا بالتحقيق ما قاموش بالواجب ديالهم، أعطينا شي توضيحات في هذا المجال. المعطيات ديال الملف الذين توفروا عليه آنذاك هو أن المسار ديال التحقيق ما مشاش كما ينبغي. علاش؟ التقرير الطبي تيقول آنذاك أن السيد تلقى طعنة ووصلت له المستوى الرئة، هذه الطعنة هذه اللي بقات ينزف منها إلى الحدود ديال أنه هو موضع يعني قرب المنزل ديال الأسرة. من بعد اللي غادي يوقع هو أن واحد المجموعة ديال الشهود اللي تم استنطاقهم والمعارف ديال اللي تم استنطاقهم، هذا الشيء كامل ما فضاش لشي نتيجة، في حين أن المكان معروف ديال فين كانوا قصارين هاد الناس، والطبيعة ديال الأصدقاء اللي كانوا قصارين معاه أيضا معروفين. هنا التساؤل اللي طرحناه آنذاك وطرحناها عبر الكتابات وعبر المقالات اللي طرحنا آنذاك هو ما الذي وقع؟ وعبد الرحيم كان واحد من واحد السلسلة اللي تناولناهم آنذاك، اللي من قتل هؤلاء؟ إذا كان عبد الرحيم طعن وتلقى أمام المنزل دياله وفي ظروف اللي يعني كل شيء ممكن، الاختفاء ديال الاثر ممكن، يعني الاخذ ديال البصمات ممكن، اي حاجه ممكن، من الذي وقع حتى يتوقف التحقيق في ملف عبد الرحيم؟ ها هو كده انا الأسرة بأكملها وصلها خبر العثور على جثة عبد الرحيم اللي لقاوه جثة هامدة ومدرجة في الدماء ديالها. عبد الرحيم ما كانش في الحسبان ديالو باللي ليلة من الليالي الحمراء اللي مولف كيقضيها غتنتهي بالوفاة ديالو، وغيغادر الحياة مخلفا من ورائه زوجة وأبناء أمس الحاجة إليه. سي مصطفى أبو الخير، شنو هي المعطيات قد تقول لنا اللي يمكن لك تحدثنا عليها في هذا الموضوع؟ المعطيات ديالك خاصة؟ المعطيات ما غاديش تخرج على المعطيات التي واضحة للجميع،
احنا ما كناش نطالبوا بشي حاجه اللي مستحيله في اطار ممارستنا لمهنتنا اننا الاخبار من باب الاخبار ومن باب ايضا التحقيق في بعض الملفات. هو هاته التناقضات في بعض الملفات كيف حدثت، كيف تم طي ملفات بجرائم ضد مجهول في قرية لا يتجاوز العدد ديال السكان ديالها على أقصى 20,000 نسمة. كيفاش هاد التسلسل ديال هاد الجرائم هذه في واحد المدة زمنية محددة ما لم يتوصل يعني المحققون ولم يتوصل القضاء إلى القتلة الحقيقيين، وكيفاش بقات هاد أفرار تعاني وصمة عار اسمها قاتل ضد مجهول. أنتما كسلطة رابعة وانتما تشرفوا او تتغطيوا هذيك المنطقه كلها، شنو كتبتوا شنو كيفاش تحركتوا ضد هذا الشيء هذا اللي وقع في المنطقه هذه؟ السؤال استاذ لازلنا نطرحه الى اليوم. نعم. وعبر الكتابات نحاول كل مره نجد السؤال من قتل هؤلاء، لان عبد الرحيم واحد من الأشخاص اللي تقتلوا في هذه البلدة الصغيرة اللي هي أفورير، اللي سبقوه أربعة الأشخاص بهويات اللي كانوا بعاد على البلدة، كان أنا ذاك الناس يعني ما نقولوش يتواطؤون ولكن يتقبلون على مضض أن واحد السيد غريب تقتل لقيناه مقتول هنا في الساقية، واحد السيدة أشيع عنها أنها كانت تتعاطى الدعارة قتلت رومية تهية، واحد السيدة موظفة أيضا قيل أنها كانت تتعاطى الدواء تهية ترمات، واحد الجندي متقاعد توتم الرمي ديالو جنب الساقية، ولكن يوم قتل عبد الرحيم بدأ السؤال يكبر، شكون اللي ممكن يكون تيرتكب هذه الجرائم هذه؟ ووصلت ان النار كانت بعيده علينا في أفورر هذه الساكنه، ولكن اليوم اصبح الابناء ديالنا اللي تاديوا التم. تنقولوا بلي انه يمكن يكون شخص ذو نفوذ عالي، شخص قادر انه يؤثر على مجرى ومسار البحث التمهيدي للضابطه القضائيه، او اشخاص او عده اشخاص. نعم، نقدروا نقولوا في الجانب النسوي او الجانب الذكوري، ولكن كنغلبوا الجانب الذكوري اكثر. نعم. الاعتبار ان اصحاب النفوذ في أفورار محدودين ومحسوبين تقريبا لنقولوا على رؤوس الأصابع، بمعنى أن حتى الجانب المادي ديالهم يمكنهم أنهم يرتقيوا بالجريمة ديالهم، والجريمة لا ربما كاملة المعالم، أو بالإمكان أنهم يطمسوا المعالم ديال الجريمة ونعتبروها جريمة كاملة، مع العلم لا سمحتي لي مع العلم ان ما كاينش شي حاجه مطلقه. نعم، المطلق النسبي، الاشياء اللي كتحكمنا هي النسبيه، بالتالي في الجرائم كامله ما كاينش شي جريمه كامله، بل جرائم لا بد وان يزل الجاني ويترك احد الخيوط التي يمكن ان تقود الضابطه القضائيه اليه. رغم الابحاث والتحقيقات اللي قامت بها الضابطة القضائية، هادشي ما عطا والو، والمجرم بقى مجهول، وتدفن عبد الرحيم ودفنت معاه القضية ديالو ودفن معاه السر ديالو. ربما القاتل باقي تيدور في أفورير، العائلة والناس مازال تيتسألوا شكون اللي قتل، ومازال عايشين في الرعب اللي نشروه هذاك القاتل في هذه المدينة هذه. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، وإلى حلقة قادمة بحول الله.